مرحبا، أهلا وسهلا بكم في الأسبوع الأخير من الدورة التعليمية لائق ليوميات نظام التعليم العالي الألماني. في هذا الأسبوع سنقوم بتسليط الضوء على الاختصارات التي تلعب دورا هاما للغاية في يوميات الجامعات الألمانية، ولكننا لا نعرف بالضبط ما وراء هذه الاختصارات. سنقوم بإيضاح هذا الأمر كله لكم. بعض الاختصارات تتكون فقط من أحرف مثل HTS أو LMS، وبعضها الآخر يكون بشكل كلمات كاملة مثل بافوك أو أستا، وبعضها الآخر يكون مرتبط بشخصيات معروفة مثل إراسموس. ولكن ماذا تخفي هذه الاختصارات وراءها بالضبط؟ سنقوم هذا الأسبوع بشرح كل هذه المواضيع لكم. نتمنى لكم قضاء وقتا ممتعا.